تبارك الله دار ضرب وعسل شتي شتي إيه؟ بعث انا لي خاوي ضرب وعسل ها هو كيبان الاسلام شتي انا كيبارك المحل شتي خويا حد من الضو شوف واش مبيضه فيه ولا لا منظنش حالة مبيضة حالة عشان اللي قلت فيه دي البيل مبيضة شوي لا ده دايرين وعسل لا ده ضروري في اللو كيضربوا عسل كيعقم به الصندوق الكاسه في النحل الحمد لله راه مزيانه ياه دابا هذا واش صار في النحل راه خدم هنا ملي كنبغي ديما هنا نحل ديما هنا بشويه فهمتي ندير شويه دايروا شي حاجه ها دار شي حاجه ولا باقي هاد الفاس هذا دايروا شويه العسل ها بدي كيبغي هو ركب راه شتي كيركب بنا شي بنا راه صلاح صلاح الدار يصلح العطاء شوف دابا تبارك الله النحل من غير دابا هذا الكادر تشوف تشوف هذا داك لا شيف تشوف خدمه شوف خدمه شوف النحل كتبت النحليه دابا شي دابا هنا النحل كيبان لك العسل لا كيعمر كيعمر العسل دابا هنا كتعرف دابا هذا الكادر ضربوا لك كامل هنا عسل صمت لي صمت لي ضربوا لك دابا هذا كامل هنا عسل وهنا كامل عسل صافي وزنك من كيلو عندك واحد 2 كيلو 3 كيلو بلاتي نحيد واحد الترابه من تما عازق عازق الحيوان عازق بلاتي انت حنا دابا عا كنراقبوا دابا خدامين علاش نبقاو الهضره والخدمه ديما بحال موقع عمودي تبقى ديما يدك هنا دي حضانه مغلقه شتي ها هادي كاين شويه التلاستيك ضرب فوق من نوايا وما كيقرش شتو ما تحيد هذيك تقدر هنا تطلع الماليكه نحيدوه نجيب شي مقص جيب شي مقص جيب شي مقص ولا مو لا كنا خلي جاب باقي مازال يركب عليه شويه لا ما يركبش عرفتي علاش هذا مديرونجي ديرونجي خوي بحال ما صافي هو شمعوا شتي سبحان الله هذه سيمانه دابا ياك سيمانه وتا حتى الليل راه من الليل تو كيبات شي كادر كبير لي واه سدو من هنا سدو من سبحان الله هادي هذا ما كانش فيه العسل هذا شتي يلا ولا فيه شتي مدخل قلت العسل حول ما كانش كيدخل البولين مدخل العسل دابا داخل العسل سبحان الله العظيم دابا هادي داك السبت لي دير في شوية الحضانة شي مغلق كاين الحضانة كاين باي جديد يدير كاين باي جديد شوف هادي شوف شي تبارك الله موسع على البيت شتي هنا كتبارك هنا كاين الخدمة البرد كينشف خليتيه في البرد كينشف منو داك الغذاء الملك الغذاء الملكات هذا كانت الخدمة هادي ابنيه لك رب واحد الشيء وبنى فيه هاد الشوية شتيه هاو غير هاديك هاديك يبني فيه اللي باقا حاضرة مغلقة ما مخرجتش هادي هادي هي اللي قلت لك قريبه تخرج لا باقا ما خرجتش شتي كون خرجت تكون غطات على هاد البلاصه كامله هادي باقا ما دارت والو لا باقا ما خرجتش لا درا بيضاء الملك الملك الشيا هاي الملك الشيا هي هذيك هاي هي الملك هي كتسرع على الشيا دابا هي الملك ديالك يا الشيخ وديما هنا الملكه راه مع البال مالها تورك عليه ولا شي حاجه الكادر فيه الملكه نحطو بشويه ما تزعزعاش حدا هنا نخدموا حنا دابا مرتاحين دابا صافي عرفنا الملكه دابا الملكه الحمد لله دابا هي كاينه حنا دابا مرتاحين يعني هذه ماشي يعني ناجحه 100% كتكون عا وحده ياك عا وحده ايه راه شوف ضرب شويه بشويه بشويه سير قطع شد قشد قشد هاكا يرباني عليه عرباني عليه يا اخي لا بلا تا طلقتي يا شتي يا ورا غد ما عمرك تطلق شي قلنا لك شد ضرب حي راه ضربيه هاد هاديك
قاصح ضربوا بشويه شي صادر شويه بحال اللي كتحجم شويه ما كيبغيش داكشي العنف لا لا الحد باقي لا لا خليها 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 هذه باقا ما شاداش المهم بس تعبي البيض البيض جديد هذا الشيء البيض جديد هنا دير البيض جديد شوف انت ها 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 البيض جديد ها هو شتي هنا راه هو شوشو فهمتيني باقي شعره يلا لل 24 ساعه تقريبا هذاك هو البيض الجديد كيتسمى داك هو البيض اللي كيربيو منه الملكات غنسد الصندوق وباك مغيش شوف الاخر شنو هذا في الاول الدخان كيهمد هذا بنى عليه تحت مزال ولكن شوف الفوق بنى عليه كيبان لي مزيان فيه البولين السوق ديال البولين ولكن هذا ما غاديش يجي شنو بلاتي بلاتي حطو بلاتي كاين الملك هذا ضربو عسل الشيف الشيف هذا راه ستوقع فيه العسل يعني الحمد لله مدخل شوية العسل مزيان فهمتيني يعني راه مدخل شوية العسل هذيك راه تكاد تخد هذيك اللي هذيك وسع مزيان فيها هذيك هي قلت غير غير خدام مزيان تبارك الله دابا الشيف دابا راه من اللي حيدنا ما كانش هوك لا كانوا مدير مغلوق على النفس ديالو لا دابا دابا المحامي كتخدميه راه كيخدم داك ماشي شي كولي كنا درنا ولا شوف شوف هنا الايضا شي حاجه شادتي تبارك الله شي ذاك يرش فيه العسل دابا هنا غيجمع لك غيجمع لك العسل دغيا دغيا غيجمع لك العسل شتي هذا الكادر بدا شاد فيه هذا الكادر اش غنديرو ليه دابا هذا يلا هذا هذا غادي نضربوه هنا الوسط فهمني على حسب تبيض فيه ها الخدمة ديال التوسع الملكة كيفاش دايرة هانتي غادي حنا نوسعو الملكة ها كيفاش غادي نديرو ليها دير خدمة غنبداو نضربو هذا غنبدا نزيدو فيه اللور وهادو غنبدا ندفعو ليها الوسط ياك حسب الماكلة ماشي حسب الماكلة باش غنبدا هادو باش هادو خصهم تحيد هاد الشمع ما خدامش ليها هي كيفاش داك راه يخرج منو غير سميتو راه دابا دا غنضربو لها بحال ما عقل على الخدمة ديما بغينا ندفعو ليها الكوادر ديما الوسط فهمتي ديما الوسط ونبغي نضرب ديما بشوية ندفع لك هذا كلشي بشوية ونشوف هنا الوسط تكون نحلة ولا الملكة الملكة ماشي مشكل الملكة هي اللي كلشي فهمتي وهنا في هذه اللحظة اللي كيبغي مثلا نسد الكوادر ديما رابو هنا في ايد ياك وتصوت باش يهرب عليك من الحل تفضلنا باش نحل يهرب يخوي لك من هنا ونسد وندير الكوادر بشوية فهمتي ندفع كلشي في خطرة واحدة فهمتي كيفاش هي ذوك الكوادرات يعني هنا على سميتو البيض وداكشي غنزيدوها واحد